بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. النهاردة بقى يعني موضوعنا صعب شوية ويحتاج لانتباه وتركيز. يعني العيال يقوموا يناموا بقى، مفيش لا قرود ولا نسانيس ولا كلام من ده. الحكاية جد شوية وبتحتاج لخلفية علمية، حتى يعني الجماعة بتوع ابتدائي وإعدادي مش هينفعوني، ولا حتى أولى ثانوي وتانية ثانوي. ده موضوع شوية يعني خاص جدا وعلمي جدا، فالجماعة اللي لهم هوايات علمية والجماعة اللي عندهم خلفية وعندهم قرايات ممكن يعني هيتابعونا، وإحنا هحاول بقدر الإمكان إن إحنا نبسط الموضوع. الحلقة النهاردة عن الموضة الجديدة بتاعت الحاسبات الرقمية، الكالكوليتر والساعات الرقمية والترمومتر الحراري الرقمي. ازاي الحاجات دي بتشتغل؟ ازاي اتك كده على يعني زرار ابص الاقي الحاسب بيجمع ويطرح ويقسم ويضرب ويعمل لي عمليات معقدة ويطلع لي جذر تربيعي فورا؟ ازاي بقى الحكاية دي بتشتغل؟ في الواقع المسألة دي مرتبطة بحاجة اسمها الحالة الرابعة للمادة. ايه بقى الحالة الرابعة للمادة دي؟ المادة لها ثلاث حالات احنا عارفينهم: صلب، سائل، غازي. بعض انواع المواد ممكن تبقى صلبه زي التلج وتدوبها تبقى ميه وبعدين تبخرها تبقى بخار، والميه بتعدي على الثلاث مراحل دول، وما فيش غير الثلاثه دول، يا صلب يا سائل يا غازي. قال لك لا، اكتشفوا ان في حاله رابعه للماده هي ما بين الصلب وما بين السائل، اللي بيسموها البلوره السائلة أو ليكويد كريستال. يعني أول ما اكتشفوا الحكاية دي كان من زمان، سنة 1888، واحد اسمه راينتسر، راجل بيولوجي اكتشفها، وأيضا في نفس الوقت واحد فيزيائي اسمه ليمان اكتشفوا هذه الحالة الرابعة للمادة أو البلورة السائلة أو الليكويد كريستال. كمثال للمادة دي، المادة اللي بيسموها PAA أو بارا أزوكسي أنيسول. هذه المادة هي مادة بلورية، إذا أنت سخنتها خفيف كده بتتحول لمستحلب، هو ما بين الصلب وما بين السائل اللي هو الليكويد كريستال اللي احنا بنتكلم عنه. في الواقع الليكويد كريستال ده أو البلورة السائلة لها خصائص غريبة. في خاصيتين مهمين على أساسهم اتبنت كل الاختراعات دي. الخاصية الأولانية اسمها استقطاب الضوء، polarization of light. إيه بقى استقطاب الضوء ده؟ قال لك إن الضوء بطبيعته بيمشي في، ينتشر في مسارات وفي جميع المستويات. الشعاع الضوئي ينتشر في جميع المستويات، مستوى أفقي، رأسي، مائل، جميع المستويات بذبذبات منتظمة، هي طبيعته كده. إذا جيت للشعاع واعترضت الشعاع بالبلورة السائلة دي بيحصل الآتي: البلورة السائلة تمنع مرور الشعاع في جميع المستويات ما عدا مستوى واحد بس تسمح به، ودي بيسموها في الساعة دي بولارويد، أو البولارويد من البولاريزيشن على الاستقطاب. لو جبنا بولارويد تاني، يعني بلورة تانية متعامدة معاها، تكون النتيجة إن حتى المستوى اللي فاضل ده يتلغي كمان، فيتحبس الضوء ما يمشيش، مع إن دي بلورات شفافة. فديا الظاهرة دي اسمها polarization أو استقطاب الضوء. وهذه البلورات السائلة فيها
هذه الخصائص، إنها إذا اعترضت الضوء تمنع جميع المستويات ما عدا مستوى واحد. فإذا جبنا كمان بولارويد تاني، بلورة تانية يعني، تعترض المستوى الواحد ده، ممكن بالتعامد مع البلورة الأولانية تمنع كمان هذا المستوى، فالضوء يتلغى، يتحبس، يوقف. وبناء على كده اخترعوا البولاريزنج مايكروسكوب، اللي هو الميكروسكوب اللي بيفحص ظاهرة الاستقطاب في الصخور. فكرة هذا الميكروسكوب ان الشعاع اللي جاي للعين وانا باصص كده في الميكروسكوب يعترضوه بايه؟ ببولارويد، اللي هي البلورة السايلة دي، فتكون النتيجة ان الشعاع اللي جاي يتمنع كل المستويات ما عدا مستوى واحد، وكمان يحط بولارويد تاني فيتقفل المسار خالص، فاجي ابص الاقي ضلمة. دلوقتي لو جبنا صخور او اي عينة عشان نفحصها بنحطها ما بين الاثنين دول بولارويد، فاللي بيحصل لو كان هذه العينة بتستقطب الضوء، فتكون النتيجة وانا بحرك العينة كده ولفلفها ابص الاقي ان في زاوية من الزوايا الضوء فلت وشفته في مستوى اللي هو الجديد. فده بقول هنا الميكروسكوب ده بيكتشف يا ترى المادة دي بتستقطب الضوء او لا تستقطب الضوء. فديا مسألة الاستقطاب دي حكاية كبيرة قوي. الغريبة في الاستقطاب ده ان هذه البلورة اللي بتوقف الضوء وتمنع كل المستويات ما عدا مستوى واحد، لو احنا مشينا فيها تيار كهرباء ضعيف يختفي الاستقطاب ده خالص والضوء يمر على طول. فاصبح في ايدنا بقى عن طريق زر كده نتك عليه ونمشي كهرباء، ان احنا الضوء يمر، او نشيل ايدنا ونقطع التيار فالضوء يقف. واخد بالك؟ يعني هي دي النقطة بقى، ان بناء على هذه الخاصية اللي هي خاصية الاستقطاب، هذا الاستقطاب يمتنع في حالة مرور تيار ضعيف جوه البلورة. فبقى في ايدنا بقى ان احنا نقطع ونوصل التيار فيمر الضوء او ما يمرش الضوء. الحكاية دي طب ايه معناها ايه يعني؟ اقول لك بقى، شوف يعني العلماء دول عندهم حيل وذكاء. يعني هم اكتشفوا الاتي، ان هم لو هديكوا المثال الظريف ده بنشوفه دايما، بتوع اللي عندهم كالكوليتر بيشوفوا الرقم 8 ده. الرقم 8 ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 7 بلورات، لكنك بتحط 7 عيدان كبريت ويشكلوا الرقم 8 ده. كل بلورة من دول وصلة بالكهرباء، وصلة بالتيار، في سلكين، سلك هنا وسلك هنا. فالبلورة دي بتبقى سودة امتى؟ لما يبقى في استقطاب، يعني ممنوع مرور الضوء، فتبقى ظلمة سودة كده. فإذا اتكيت على وصلت كهرباء فالاستقطاب يزول، فتبص تلاقي الاسود ده بقى ابيض يختفي. فلو اختفى الخط الوسطاني بتاع التمانية بتبقى زيرو، ولو اختفى الخط الجانبي بتبقى 3 وبتبقى 6 وبتبقى، يبقى جميع الامكانيات موجودة بقى. يعني ممكن نشكل بالطريقة دي، نقدر نشكل من التمانية دي، كل ما نطفي واحد فيهم بنقدر نجيب رقم تاني. هي كل ما في الامر ان هي ممكن كل ما نشيل بلورة ونطفيها فتكون النتيجة ان يتشكل رقم تاني. فمن التمانية دي بنجيب جميع الارقام من 1 لـ10. كل ما في الامر ان احنا بنستخدم نوصل ونقطع، نوصل ونقطع التيار. ولان كل واحدة من دول بلورة، كل خط اسود من دول بلورة لها خصائص استقطاب الضوء، فهي هتبقى طوع ايدنا لما نيجي نبرمج الايه، لما نيجي نبرمج الحاسب بتاعنا. يعني هي نوع من التحايل، هو اختار رقم افرنجي، هذا الرقم ممكن لو شلت اجزاء منه يديك جميع الارقام. طب وانت بتشيل الرقم ده ازاي؟ بشيله بان اوصل الكهرباء، لان كل خط
في الثمانية الأفرنجي كل خط منهم عبارة عن بلورة وصلة بالكهرباء، بلورة سائلة. هذه البلورة بتستقطب الضوء يعني بتمنعه، يعني بيبقى ما فيش نور، يعني تبقى سودة. لكن إذا مرت الكهرباء في البلورة يمتنع الاستقطاب فتنطف تبقى إبيضة، يمر بقى النور، هيمر النور على طول. فلما يمر النور بتبقى تختفي، الخط الأسود يختفي. فلما بيختفي كل مرة يدينا رقم، إذا الخط الوسطاني بتاع التمانية اختفى هيبقى زيرو، اللي على الجوانب لو شلنا اتنين يبقى تلاتة، لو شلنا واحد يبقى ستة، إلخ إلخ إلخ. تبص نلاقي الرقم الأفرنجي اللي هو تمانية ممكن باللعب بالكهرباء ونقطع ونوصل التيار ممكن نحصل على جميع الأرقام. فيبقى فاضل بعد كده إيه؟ فاضل بعد كده برمجة بقى، لأن خلاص ده احنا ممكن إيه؟ احنا هو جدول الضرب ده عبارة عن إيه؟ ما هو جدول الضرب عبارة عن 2 في 2 يساوي 4، 2 في 3 6، 2 في 4 8، ما دي كلها إيه؟ بنكتبها بقى بالكهرباء ونبرمج العدة بتاعتنا على جميع النتائج. بعد كده بقى يبقى المسألة آلية بقى خلاص. أنت بتتكت 2 في 2 وتحط إيدك على يساوي فتطلع 4 على الشاشة. ما هي 4 في النهاية هي اللعب باللعب بالحكاية الرقم الفرنجي ده 8. الحكاية إن الشخص بيتهيأله إن الحاسب ده بيجمع ويطرح، هو ما بيجمعش ويطرح، لكن إحنا برمجناه فبقى بيشتغل بآلية مبرمجة عن طريق قطع وتوصيل التيار. فيبقى قطع وتوصيل التيار بيدينا جميع الأرقام وإحنا بنحفظه ونبرمجه على كل العمليات، سواء كان جمع وطرح وقسمة وجذر تربيعي ولوغاريتمات إلخ 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 إلخ. دي عمليات برمجة. طبعا يعني اللي يبان ان الموضوع مكلكع وصعب، لكن هو في التنفيذ سهل قوي، لان دي حاجات كمبيوترية بتحصل. وعشان كده دلوقتي الحاسبات الرقمية رخيصة، 10 جنيه 20 جنيه حاجة. زمان اول ما طلعت كانت حكاية يعني طرف يعني، وكانت غالية قوي. طيب الصفة التانية في هذه البلورات العجيبة يقول لك ان بعض انواع البلورات عن طريق تأثير الحرارة فيها بتعكس الوان طيف مختلفة. ليه؟ لان بيحصل تغيير في الهيئة بتاعة البلورات بتاع المادة لما تسخن شوية، حتى لما تحط صباعك عليها وصباعك دافي يحصل تغيير في الهيئة بتاع البلورة فتبتدي تعكس حسب الحرارة. لما تدي لون بنفسجي معناها دي 37، اللون مش عارف احمر ده درجة حرارتك 40. فكل المطلوب انك بتحط شريط كده على الجبهة بتاع المريض وتبص شوف لون الشريط بيجرى له ايه. فاذا بقى مثلا احمر تعرف ان ده درجة حرارته 40، مش عارف بنفسجي يبقى ده 37، اخضر يبقى مش عارف 36.5، وهكذا. يبقى كل الحكاية ان هي بيحصل تغيير في الالوان، هذا التغيير مترتب على ارتفاع الحرارة فبيدينا هذا التغيير مؤشر. لكن هي اللطيف في المسألة دي ان اقل ارتفاع في الحرارة حتى لو كان 1/10 من الدرجة يحصل تغيير في اللون. وفي بعض انواع المواد اللي عملوها حاليا 1/1000 من الدرجة لما ترتفع يتغير الطيف الموجود واللون الموجود. طبعا تفاصيل بقى الموضوع هنشوفه في الفيلم ونفهم اكتر. ده اللي هي الموضة الجديدة، الحاسبات الرقمية والترمومتر الرقمي. وقلنا ان دي كلها دي ساعة رقمية هي كمان، وقلنا انها كلها مبنية على المادة، ان المادة لها ثلاث حالات وحالة رابعة اللي احنا شايفينه دي المادة الصلبة حديد ونحاس، دي يعني المادة السائلة مية البحر، دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة اللي هي الغازات زي البوتاجاز وزي الهيدروجين وزي الحاجات دي كلها.
اغلب المواد الصلبه بتبقى تركيبها بلوري زي ما احنا شايفين، بلورات جميله هندسيه دقيقه، وسبب الاشكال المختلفه دي هو التركيب الجزيئات جوه، هندسه الجزيئات نفسها. يعني الجزيئات متهندسه هندسه خاصه في كل ماده بحيث انها تدي شكل بلوري مختلف. وقلنا حكايه الاستقطاب، واللي شايفينه دلوقتي هو الاستقطاب، ادي بلوره بتعمل استقطاب. حاول تقرا كده تلاقيك مش عارف تقرا، بص كده بص، لا شوف اللخبطه، اللخبطه دي سببها الاستقطاب، انما الميه ما بتعملش استقطاب. هنحاول نقرا هنا، نبص كده هو بيلف الميه اهي، لكن مهما لف الميه انت ممكن تقرا كويس، لان ما بيحصلش في الضوء استقطاب. ماشي الضوء في جميع المستويات، شوف تقرا بسهوله. الثلاث حالات بتاع الماده اللي هي الصلب والسائل والغازي ممكن تشترك فيهم ماده واحده، زي الميه مثلا تبقى تلج، تسخن شويه تبقى ميه، تسخن اكتر تبقى بخار، فبتدي الثلاث حالات صلب سائل وغازي. في حاله رابعه بقى اللي هي موضوعنا الليله دي، هي الحاله الرابعه اللي هي الليكويد كريستال او البلوره السائله، وهي بين الصلب وبين السائل. بنضرب مثال هنا بالدايورين، دي عباره عن ماده عضويه لما بنسخنها بتبقى سائله، مفيش وسط، يا صلب يا سائل، يا صلب يا سائل، مفيش وسط. انما مثلا ماده اخرى زي بارا ازوكسي انيسول هنلاقي لها حكايه تانية خالص. لا شوف ازاي في حاله وسطى اللي هي المستحلب ده، الحال دي حاله وسطى للماده دي، ما بين السائل اللي احنا شايفينه وما بين الصلب اللي ابتدينا بيه في حاله وسطى. الحاله الوسطى هي الليكويد كريستال، واللي اكتشف دي قلنا من سنه 1888 هو راينتسر البيولوجي وليمان الفيزيائي، ده كان اكتشاف قديم خالص. الليكويد كريستال في الواقع انواع، في ثلاث انواع، منها النوع اللي هو بيعمل استقطاب، ومنها النوع اللي بيعكس اطياف مختلفه حسب ارتفاع حرارته، في ثلاث انواع منها. فهنبتدي بالنوع البسيط اللي بيعمل استقطاب للضوء، ودينا مثال له اللي هو الماده بارا ازوكسي انيسول. ده الاستقطاب اللي احنا شايفينه ده، الخيالات دي نتيجة استقطاب الضوء. الضوء من طبيعته انه ينتشر في جميع المستويات، اللي طالع من البطارية ده في كل المستويات، شوفوا مستوى رأسي وأفقي ومائل، كل دي مستويات الضوء بينتشر فيها بالتساوي وذبذبات منتظمة. هنا ذبذبات في مستوى، وهنا ذبذبات في مستوى تاني، في جميع المستويات. إذا أنا جيت واعترضت هذا الشعاع ببلورة سائلة اللي هي البولارويد، فتكون النتيجة كل المستويات دي تمتنع إلا مستوى واحد اللي احنا شايفينه ده. ولو حطينا بولارويد تاني موازي هيتنوا برضو ماشي، لكن لو انا ابتديت احرك البولارويد التاني ده واخليه متعامد مع الاولاني، هنشوف الحكايه دي، شوفوا شوفوا اهو، هنحركه نحركه لما يتعامد، بص نلاقي اتحبس الضوء تماما، وحتى المستوى ده اختفى فاصبح اسود خالص. ده استغلناه في الميكروسكوب المستقطب او بولارايزنج مايكروسكوب، قلنا الشعاع بيجي للعين وبيمر من خلال اتنين بولارويد اللي احنا شايفينهم دول، ولما يبقى التاني متعامد مع الاولاني يمتنع وصول الضوء للعين. هنشوف الحكاية دي،
مفيش دلوقتي ضوء وصل للعين لأنه اتحبسوا. بنعمل بقى عينة اللي عاوزين نفحصها بالميكروسكوب. دي العينة دي عبارة عن البلورة السائلة، وبنحطها بين الاتنين بولارويد، وبعدين الاوبريتور بتحرك البنت دي، بتحرك بتلفلف الايه العينة. شوف بتلف العينة ازاي، هنشوف ان هي نتيجة التفاف العينة بيفلت الضوء، بيفلت الضوء وفي مستوى يهرب منه من الحصار بتاعه ده، وتكون نتيجة لما تحط عينها بتشوف بالفعل البلورات. شفتوا، شوفوا البلورات، البلورات ظهرت لأن الضوء فلت في مستوى وهرب من الحصار وابتدينا نشوفه. فديا البلورة دي على طول تبقى اسمها ليكويد كريستال أو البلورة السائلة أو الحالة الرابعة للمادة، اللي هي من صفاتها استقطاب الضوء، وهي اللي ادت للضوء فرصة انه يهرب، انها تفتح له مستوى جانبي يهرب منه. دي برضو مادة ثانية اللي هي زي المستحلب اللي شفتوه ده، اللي هي المادة الايه البلورة السائلة، واللي احنا شايفينه هي ظاهرة الاستقطاب. شوف لما بتسخن بقى، شوف لما بتسخن البلورة شوف هيحصل ايه، يمتنع الاستقطاب وبالتالي يرجع تاني تتقفل تبقى سودة. هنشوف الحكاية دي كم مرة. كل ما تسخن بتسخن بسشوار، شوف الظاهرة دي تختفي فترجع النور يتقفل تاني، لان احنا كنا شايفين بناء على الاستقطاب اللي هي ساعد النور على الافلات. البلورة السائلة هي الحالة الوسطى بين الصلابة وبين السيولة. بيشرح بقى ايه اللي حاصل بالظبط. اللي حاصل بالظبط ان هذه الجزيئات في المواد تتكون من الجزيئات، الجزيئات يا اما تترابط ترابط شديد ويبقى المادة في حالة انتظام. يعني لو تصورنا ان الجزيء ده هو عبارة عن كبسولة بالشكل ده، فبيبقوا الكبسولات جنب بعض بالنسبة للمادة العادية. شوفوا الكبسولات صفوف صفوف منتظمة وفي ترابط، الترابط شديد والانتظام كامل. بينما بقى في السائل اللي بيحصل بيبقى جزيئات مفككة وكل جزيء بيتحرك على كيفه، فما يبقاش في الترابط اللي في المادة الصلبة. فده السائل. البلورة السائلة هي حالة وسطى. شوفوا الشكل ايه هنا، في يعني شبه انتظام مش انتظام كامل. فهي دي الحالة الوسطى بين الصلابة اللي شفناها في الأول اللي هي الترابط والنظام الشديد، وبين الحالة السيولة والتفكك الكامل. وبعدين بقى الظاهرة العجيبة ان احنا هنا بيديك برضو شكل الثلاث مواد. الصلب ده اللي فوق اللي هي خطوط خطوط مترصة مظبوطة، واللي في الوسط ده السائل، واللي في الآخر ده الايه البلورة السائلة. بيبتدي يديك تفاصيل اكتر عن هذه الجزيئات، هيقول لك عشان نتصور حركتها فلازم نفترض ثلاث ابعاد، طول وعرض وارتفاع، ونتصور الجزيء بيتحرك في فراغيا بين الثلاث ابعاد دول. فالجزيء بيتحرك بالشكل ده، حركه فراغيه بين الثلاث ابعاد. في السوائل بيبقى حركة حرة ويبقى النظام مفركش خالص. في المواد الصلبة بتبقى صفوف 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 مترابطة تمام زي العسكر. هنا اللي احنا هنشوفه دي المواد السائلة، اهي دي زي المية مثلا، جزيئات المية بتبقى بالشكل ده، كل جزيء عمال يتحرك على كيفه، وكل ما تسخنها يزيد الحركة لغاية ما تغلي الجزيئات تنط بره بقى خالص. في ممكن نعمل رسم بياني اللي هو هيستوجرام،
نعرف منه عدد الجزيئات اللي منتظمة. فده بالنسبة للمادة الصلبة مثلا. هنشوف الهيستوجرام أو الرسم البياني بتاع المادة الصلبة، فهنلاقي كل الجزيئات منتظمة. المؤشر بتاع عدد الجزيئات هو الارتفاع ده. شوفوا الارتفاع ده، نفهم منه ان كل الجزيئات منتظمة. ده الهيستوجرام بتاع رسم بياني المادة صلبة. لما نشوف بقى رسم بياني لمادة سائلة مثلا، هنلاقي مفيش ارتفاع خالص. هنشوف دلوقتي، لا دي هيشوف دلوقتي مادة اللي هي البلورة السائلة اللي هي الحالة الوسط، هنتفرج عليها دلوقتي هنلاقيها الارتفاع قصير ومشرشب من فوق. وشوف كل ما هيسخن هيقل الارتفاع، يعني هيقل عدد الجزيئات المنتظمة. شوف خدوا بالكم لما يسخن هيجرى ايه، كله لا يقل 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 لغايه ما يبرطش خالص بقى لما تبقى ماده سائله عاديه بقى. يبقى كل الجزيئات في حاله فوضى وحركه، ما فيش جزيء منتظم فيه. اهو دي بقى دي الماده السائله، بيبقى شكلها كده في الهيستوجرام. نشوفها تاني لما بنسخن البلوره السائله، الجزيئات المنتظمه تقل لغايه ما تنعدم ويبقى ايه، سائل عادي وفوضى في الحركة في جميع الجزيئات. دي المنظر بتاع جزيئات المادة الصلبة، صفوف 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 منتظمة، ترابط صارم، نظام صارم. دي المادة الصلبة. ودي المادة اللي هي البلورة السائلة، يعني النظام نص نص كده، يعني فيه شبه انتظام. هيعمل لنا برضو رسم بياني اخر اسمه كمبيوتر سيميوليشن، نعرف منه حركة الجزيئات، هيصورها بطريقة اخرى. يعني بيقول لك ادي الجزيء بتاع البلورة السائلة، تصوروا ان الجزيء ده بيتحرك جوه بالونه على قده بالظبط، وانه في الحركه بتاعته بيرسم خطوط على السطح الداخلي للبالونه. هنشوف الحكايه دي ازاي. اهو بيرسم، اهو تصوروا بقى انه بيرسم الخطوط دي مع كل حركه. يبقى كل اللي مطالب اللي احنا مطالبين بيه في الكمبيوتر سيميوليشن ان احنا نبص للخطوط دي موجوده او مش موجوده. لو كنت بالشكل ده يبقى فعلا في حركه فوضويه في البلوره السائله. فدي كلها جزيئات البلوره السائله في حاله الماده الصلبه، ما فيش اي حاجه مرسومه لان ما بتتحركش، الجزيئات ثابته في الايه، بحكم النظام الصارم للماده الصلبه. لكن لما بيكون عندنا بلوره سائله هنبتدي نشوف رسم داخلي. هتشوفه دلوقتي اللي باين فوق ده الخط التخين ده، ولكن هيرجع يبان شوية شوية اكتر نتيجة الحركة. ممكن نسخن شوية البلورة السايلة عشان ننشط، هيبتدت الخطوط هيتبان، في خطوط اهي، اهي الخطوط دي كلها دليل على ان حصل حركة في البلورات، جزيئات البلورة السائلة. نسخن أكتر، الحالة الفوضوية دي بقى اللي هي كل جزيء على كيفه، هنشوف ممكن يبقى شكلها ايه في الكمبيوتر سيميوليشن. هتبقى بالشكل ده. شوف الخطوط دي بقى كلها، الكعبلة اللي جوه الدوائر دي تدل على الحركة غير المنتظمة والفوضوية لجزيئات البلورة السائلة. دي شكل جزيئات البلورة السائلة اللي احنا قلنا عليها شبه انتظام.
يعني هي مرحلة وسطى، حالة وسطى ما بين الصلب والسائل. السائل فوضى كاملة، الصلب نظام صارم، ودي حالة وسطى اللي هي فيها شبه انتظام، درجة قليلة من الانتظام. دي البلورة السائلة اللي من صفاتها قلنا استقطاب الضوء، واللي احنا لغاية دلوقتي عمالين نتكلم عن استقطاب الضوء وظاهرة استقطاب الضوء واستغلاله. ده لو مشينا كهرباء، لو مشيت كهرباء في البلورة تنتظم على طول لكنها تتحول لمادة صلبة في لحظة، والنور يمر منها على طول من غير استقطاب. ده تأثير الكهرباء. هنا بقى التمنيات اللي اتكلمنا عنهم، وهم التمنيات دي عاملينها، التمنية دي معمولة من 7 بلورات. بصوا كويس كده، تلاقوا فيه كل تمنية عبارة عن 7 بلورات، وكل بلورة متصلة بالكهرباء. شايف السلوك اللي طلع منها دي؟ فأول حاجة بيعملوا خلية من هذه المادة اللي هي البلورات السائلة. الخلية دي يحطوها ما بين 2 بولارويد. دلوقتي لو مشي الضوء بيقف اهو، لان البولارويد الثاني متعامد مع البولارويد الاولاني. شوفوا بقى لما بيحصل روتيشن، بيعملوا تدوير للبلورة السائلة. لما يعملوا تدوير للبلورة السائلة بيمشي التيار، لأن هي التدوير ده فلت النور من مستوى معين. لو حصل تيار كهربائي، شوفوا لما وصل الكهرباء حصل ايه؟ اتقطع على طول. ليه؟ لأنها خلاص انتهى الاستقطاب، فاحنا بقينا في محصورين بين البولارويد الاولاني والتاني. فاللي بره ما فيش الشعاع دي، العين ما تشوفش حاجه، تشوف ظلمه، لان ايه؟ اقطع التيار يروح على طول، الاستقطاب شغال فيفلت حته من النور فالعين تشوف. فاصبح دلوقتي احنا عندنا ال7 بلورات بتاع التمانية، انا في ايدي اطفي وانور، او امرر الضوء او اقطعه، او اخلي الخط اسود او اخليه خط ابيض مش باين، عن طريق الايه؟ الكهرباء. والكهرباء في الحاسب الالكتروني بتبقى مجرد بطاريه شمسيه، يعني فوتو الكتريك سيل. شوفوا التمنيات، هنشوف برضو حكايه التمنيات دي ازاي بتدينا جميع الارقام، بإننا نوصل ونقطع التيار فيحصل استقطاب أو ما يحصلش، يمر النور أو ينطفي ويتبقى سود. هنشوف دي بقى قدامنا. أهي التمانية، أهي 7 بلورات سائلة متوصلة بالكهرباء. شوفوا ازاي لما ممكن التمانية بتدي كل الارقام دي، بان بلورة او 2 نوصل لهم كهرباء فيختفوا. ادتنا جميع الارقام اهي بمجرد اللعبة على حكاية اوصل الكهرباء واقطع الكهرباء، فالخط يبقى اسود او يبقى ابيض فيختفي. ودي اللي انتوا شايفينه هو ملخص جهاز الحاسب الالكتروني، اللي انا بحصل على جميع الارقام من ال7 بلورات بتوع التمانية، باني اوصل واقطع الكهرباء فيبقى الخط اسود او ابيض ويختفي، وبالتالي يديني جميع الارقام. يبقى اللي فاضل عليا بقى ان انا برمج، وما دام برمجت يبقى حصلت على الحاسب الالكتروني.
النوع التاني من البلورات قلنا عليه ان هذا النوع من البلورات السائلة اللي بيحصل لما يرتفع درجة الحرارة، الهيئة البلورية تختلف، وبالتالي تعكس طيف متوقف على درجة الحرارة. شوف اللون اختلف ازاي، ادت لونه مختلف نتيجة انها سخناها شوي. مجرد تسخين بسيط وهنا بيورينا انواع البلورات. هنا مش بتنفرط، لا، هي شوفوا هيحصل اختلاف في الهيئة بتاعتها، هنشوف الحكاية دي. يعني نتيجة الحرارة تختلف هيئة البلورات. بيسموها سميكتك كريستال او كوليستيريك كريستال، دي اللي هي النوع ده الحساس للحرارة، هي برضو بلورات سائلة بتختلف الهيئة بتاعتها لما تسخن، وبالتالي تدينا طيف مختلف ولون مختلف حسب درجة الحرارة. وهنا بنشوفها بالميكروسكوب الاستقطابي اللي هو بولاريزنج ميكروسكوب، وبنسخن، كل ما نسخن يختلف الالوان اهو، نفس البلوره تختلف لونها لانها بتعكس. شوفوا هنا شكل الجزيئات بيحصل له ايه بقى، مش بينفرط، هنشوف دلوقتي بيحصل له ايه. شوف اختلاف في الهيئه، يميل كده بالشكل ده، انما ما انفرطش، ولما بيميل كده يحصل ان انعكاس الضوء عليه يدي طيف مختلف او لون مختلف. ده اللي هو الكوليستيريك ليكويد كريستال، هي اللي بيحصل ان هذه الجزيئات، هيورينا الهيئات المختلفه، الجزيئات بتنتظم على شكل حلزونات كده، مره حلزون يلف شمال ومره حلزون يلف يمين، فدي اسمها الهيئة بتاع الجزيئات، لها الجزيئات لها هيئات خاصة. الهيئات دي تختلف لما الحرارة ترتفع. شوفوا هنا هيعمل ايه بصباعه دلوقتي؟ اهي الحرارة بتعمل الحاجات دي كلها بدل صباعه. لما يختلف الهيئة بتاع الجزيء يختلف الانعكاس اللي طالع من الجزيء فيدينا لون مختلف مع كل درجة حرارة. هنا الجزيئات وهي صفوف صفوف صفوف، يعني شكل توضيحي، ويحصل اختلال في الصفوف دي وتغير في الهيئة نتيجة ارتفاع ولو 1/10 من درجة الحرارة، ولو 1/1000 من درجة الحرارة وتكون النتيجة إنها تعكس طيف، مرة أحمر مرة أصفر مرة أزرق مرة أخضر، فنعرف إن درجة الحرارة كذا، ده فلان عنده حمى، ده فلان درجة حرارته مش طبيعية، أقل من الطبيعي بالشكل ده. ده الترمومتر الرقمي هو اللي بيستعمل هذا النوع من من الجزيئات، من البلورات السائلة اللي بيقول عليها كوليستيريك أو سميكتيك كريستالز. أهو كل ده لسه بيتكلم برضو عن الطيف وألوانه، وبعدين إزاي إن البلورة حسب تكوينها بتعكس أنواع مختلفة. وبيدينا مثال آخر في الورد، الوردة بتعبد الشمس صفرة لأنها بتمتص كل الألوان ما عدا الأصفر، ف
فاللي يطلع لي هو الاصفر، والحمراء لانها بتمتص كل الالوان ما عدا الاحمر، فبتطلع لونها احمر. ده امتصاص، بعكس بقى الايه البلورات بتاعتنا الخلاف بانعكاس مش امتصاص. يعني هنا الوان مختلفه، هنا الوان مختلفه بس مع فارق. يعني هنا في الجزء اياه اللي هنتكلم عنه بتاع البلوره السائله، اختلاف الالوان ناتج عن انعكاس مختلف، سيلكتيف ريفلكشن. انما هنا في الورد سيلكتيف ابسوربشن، امتصاص مختلف. وكذلك البويه، البويه لونها ازرق لان امتصت كله ما عدا الازرق. انما البلوره اللي بنتكلم عنها اللي هي البلوره السائله اللي بيحصل انعكاس وليس امتصاص، انما النتيجه واحده وهي الوان مختلف. النتيجه واحده وهي الوان مختلف. فهو اللي بيحصل انهم يعملوا شريط اسود، والشريط ده يعملوا عليه طلاء من هذه الماده اللي هي ايه الماده البلوره السائله دي، وياخدوا هذا الشريط يحطوه على جبينك مثلا، تبص تلاقيه يدي لون مختلف، او على دراعك، او مثلا في حالات ورم الثدي يحطوه على الثدي فيدي لون مختلف، لان السرطان بؤره نشطه بتعمل ارتفاع في الحراره، فيعرفوا مكان السرطان فين. هنشوف الحاجات دي. ده اسمه السيرموجرافي او التصوير الحراري. يبقى هنا اختلاف هيئة، تتغير الهيئة بتغير الحرارة ويتغير النور المنعكس أو الطيف المنعكس. شوف هنا أدي الورقة السودة دي لما بيسخنها بالسشوار، شايف ادت إيه؟ ادت لون أخضر. اللون الأخضر ده هو الانعكاس الناتج من الحرارة. ده ممكن تحط صبعك، شوف صبعك، أن صبعك دافي بيعمل على طول البلورة تتغير هيئتها وتدي الطيف الأزرق. دي تجربة تانية، الطلة الأسود ده وحطينا عليه الطلة بتاع المادة بقى إياها دي اللي هي البلورة السائلة دي، وبيسخنوا القضيب النحاس. شوفوا بقى هيجرى إيه هنا في الألوان. شوف الألوان اللي طلعت دي، كل درجة حرارة يناظرها لون معين. ولما بشوف الأخضر ده أقدر أقول دي 42 مثلا، أشوف الأزرق أقول دي مثلا 50، وهكذا. فأصبح الترمومتر عندي ألوان، كل لون يناظر رقم. دي خصائص في البلورة السائلة من هذا النوع. إنها بيحصل تغير في هيئتها مع السخونية، وبالتالي تعكس طيف مختلف متوقف على درجة الحرارة. ويقول لك إن إيه، 1 على 10 من الدرجة تديك لون مختلف، 1 على 1000 من الدرجة يعني ترمومتر حساس، ما هوش يعني أي كلام. وهنا دي العبوات اللي بيعملوها من المادة اللي هي الايه بلورات السائلة دي، بيعملوا لها عبوات مخصوصة، وهنا يحطوها يطلوا بها اللوح الاسود ده. ودي شرايط السودة دي مطلية بالمادة. شوفوا عاملين مربعات ازاي، كل مربع كاتبين فيه ايه 24 25 26 37، يحطها على الجبهة. إذا طلع 37 يعني حرارة 37. هنا مثلا في الدكتور شاكك في بؤرة ملتهبة جوه الدراع ده، فهو هيعمل فحص بسيط قوي، يحط شريط بس، وبيعلم تقريبا شاكك في المكان الفلاني. بصوا بقى هيحصل ايه، شايف البؤرة الملتهبة، هيعملها تاني. بصوا اهي البؤرة دي، البؤرة دي الملتهبة، إذا قدر يحدد البؤرة الملتهبة جوه الدراع لأنها عاملة فرق حرارة، ففرق الحرارة بيبان في
الطيف اللوني المنعكس. في مرض برضو السرطان الثدي نفس الشيء، الست تحط الثدي على الشاشة دي، الشاشة دي معمولة كلها بالمادة دي اللي هي المادة البلورة السائلة دي، في حالة وجود سرطان يقدر يحدد البؤرة النشطة على طول مكانها فين، لأنها بتدي لون مختلف على الشاشة. بؤرة السرطانية أسخن من الإيه، أكثر سخونة من الأنسجة اللي حواليه. هنا مثلا لعبة، لا أنت كنت ومراتك في الأوبرج ولا حاجة، فبتقول لها إيه، إيه رأيك حط إيدك الإيه في الورقة دي السودة دي، آه حطيها في إيدك كده، والإيد التاني هي افتحي كده، آه مكتوب I love you. هذه لعبة يعني واضح ان طبعا الموضوع صعب، لكن هو رغم صعوبته كل المدار بتاعه على انهم اكتشفوا الحالة الرابعة للمادة اللي هي البلورة السائلة ولها خصائص. هذه البلورة السائلة بتستقطب الضوء، ولانها بتستقطب الضوء ممكن ان هي اذا اعترضنا شعاع الضوء بالبلورة دي وبلورة مماثلة كمان، يبقى عندنا اتنين بولارويد، بيتحبس الضوء وما يمشيش، ان جميع مستوياته اتقفلت. فلو مررنا تيار كهرباء يمتنع الاستقطاب ويمر الضوء، فاصبح عندنا بلورة، هذه البلورة بتوصيل التيار او قطع التيار ممكن انها تمارس وظيفة الاستقطاب او تمتنع عن الاستقطاب، او انها تبقى مرة سودة ومرة بيضة، يعني مرة يمر منها النور فتبقى بيضة أو تحجب النور فتبقى سودة. فبيركبوا السبع بلورات في الرقم بتاع 8 اللي هي الرقم الفرنجي ده، وزي ما حكينا كل المطلوب بقى إنهم يفصلهم ويوصلهم التيار ويطلعوا من 8 دي جميع الأرقام المطلوبة، وبعدين يبرمجوا العدة على جميع العمليات الحسابية، ويبقى الباقي مش مطلوب منك إلا إنك تتك على زر فتحصل على جمع أو طرح أو قسمة أو ضرب أو جذر تربيعي أو لوغاريتمات. فهي عملية إيه؟ عملية برمجة، أكنهم بيكتبوا جدول ضرب. الخاصية التانية اللي هي إن بعض هذه البلورات، في نوع تاني من البلورات السائلة، هذه البلورات تتغير هيئتها بالحرارة فتعكس طيف ولون مختلف، فممكن نعرف درجة حرارة أي شيء باللون المنعكس. فبيعملوا من الشرايط السوداء ويطلوها بالمادة دي ويستعملوا هذا الشرايط كترمومترات، وبيعملوا الشاشات دي برضو يستعملوها عشان فحص الثدي وعشان يعرفوا السرطان موجود فين ومساحته وانتشاره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فكلها مبنية على نقطة الحالة الرابعة للمادة أو البلورة السائلة وخصائص هذه البلورة. العلم ما هوش سهل، العلم يحتاج بالإضافة إلى أننا نعرف الخواص ونعرف القوانين، يحتاج لكمان حاجة تانية، التحايل، أن يبتدي نعمل حيل معينة عشان نستفيد. طب ما هو معروف أن أن الكهرباء لما تمشي في السلك بيحمر، وإذا كان كهرباء شديدة بيبقى أبيض من الحرارة، لكن إزاي نحول دي للمبة مصباح كهربائي؟ تحتاج لإن إحنا نتحايل بقى، لازم المصباح الكهربائي يبقى مفرغ من الهواء ونختب، وبعدين نحتاج لنوع معين من السلوك زي التانجستن اللي هو ما يصديش وإلى آخره، وبعد كده كل المطلوب التكة على الزر فينور المصباح، التكة تاني فيطفي. فالمسألة تحتاج لأولاً ان احنا نعرف خواص الاشياء وقوانينها، نمر اتنين نتحايل عليها عشان نخترع، سواء نخترع مصباح كهربائي او موتور او حاسب رقمي او ساعة رقمية او ترمومتر رقمي. والموضوع من اول اخره عاوز علم وعاوز اجتهاد وعاوز عمل، عاوز عمل. ونرجو ان يبقى في شبابنا يعني صفات العكوف والقراية والاجتهاد والاكتشاف والتحايل زي كل العالم ما بيشتغل، مش ممكن أبدا
الانسان يخترع كده اهو بمجرد الفكاكه كده، ولا يعني كده بالجدعانه كده، لا، هي دي تعوز عكوف ودراسه. والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.